أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يلزم المصلي أن يلصق أصابع رجليه بأرجل المصلي الآخر مع أن ذلك يزعج المصلي الآخر ويشوش عليه صلاته؟ هذه ظاهرة حصلت في بعض الناس الذين يدعون أنهم يعملون بالسنة ولا أصل لها. الطريقة الفحج بين الرجلين ووضع رجله على رجل الآخر، هذا تكلف وأذى للمصلين وفتح فرج في الصف، ينفتح تحته فرجة ويريد سد الفرج وهو يفتح فرج في الصف، فالمصلي يقف على طبيعته على رجليه ومتقاربتين ويلتصق به الآخر يدنو منه، فسد الخلل هو بدنو المأمومين بعضهم من بعض بمحاذاة المناكب والأكعب، وأن لا يكون بينهما فتحة. وليس هذا بفحج الرجلين، وإنما هو بالتقارب، تقارب بين المصلين. نعم.